التريتمنت اوف سورايسز بينقسم مينلي تو كاتيجوريز. عندنا الكاتيجوري الاولاني اللي بنسميه الكونفنشنال تريتمنت، وبعدين البيولوجيكس. وده التطور الطبيعي اللي حصل. يعني ابتدينا لما في اول خالص كان الناس بتعالج السورايسز بالتوبيكال زي الدكتور ماجد ما قال لنا، وبعد التوبيكال ما كفاش فابتدينا يتعالجوا بالسيستميك ثيرابي، برضو النتائج مش اللي هي المطلوبه، ابتدينا بعد كده نعالج بالبيولوجيكس. فانا هحاول امشي في الرحله دي ازاي، يعني مشيت ازاي في بالنسبه للسيستميك ثيرابي كونفنشنال لحد ما وصلتنا للبيولوجيكس، وبعد كده الاخ العزيز الدكتور عبد العزيز طويل هيكمل معاه بعد كده في البيولوجيكس. اوكي المحاضره يا دكتور يا استاذ. ها هو دايما المهم في المواضيع ايه؟ المواضيع انهم نبقى عارفين امتى نستخدم ايه. مكتوب ده اللي هو احنا اللي بيتسمى في الطب الجايد لاينز. الكلام ده مهم جدا الجايد لاينز. ليه؟ لان الجايد لاينز دي نتاج شغل اتعمل ووصل للحاجه. الحاجه دي هي دي اللي بيها بنقدر ان احنا نقرر ونستخدم العلاجات المختلفه. فعلشان نقول امتى انا ابتدي ادي سيستميك ثيرابي زي ما قلنا احنا هنتكلم على تريتمنت اوف سورايسز فروم كونفنشنال تو بايولوجيكس. اتفضل. انا في معايا كنترول انا من هنا. فهنتكلم على دلوقتي هنتكلم كده. الجايد لاينز هنا الموجوده المشهوره اللي هي بتاعه نايس. نايس دي اللي هي ناشونال انستيتيوت اوف هيلث كير اند اكسلنس، ودي انجليزيه، وبتعمل ابديتنج كل فتره للجايد لاينز. ده اخر حاجه ابديت اتعمل في سنه 17 كانوا بيقولوا امتى استخدم سيستميك ثيرابي في السورايسز. طبعا بالمنطقي لو مش قادر اعمل كنترول بالتوبيكال تريتمنت، او في حاجات سايكولوجيكال او فيسيولوجيكال افكتس او امباكت من السورايسز مخلي اثر على البيشنت، في الحاله دي مش هستنى لما اديله توبيكال تريتمنت. وكمان وان اور مور ممكن كان بي ابلايد. اول حاجه الاكستنشن اوف ديزيز، يعني 10% من البودي سيرفيس اريا او 10 باتش سكور في الحاله دي لازم ياخد سيستميك. كمان لو السورايسز ده معاه حاجه ثانيه عامله امبيرمنت على اللايف اوف بيشنتس، او لو البيشنتس كانوت يوز الفوتو ثيرابي، في الحالات دي يبقى انا خلاص ما قداميش غير ان انا هجو على طول لايه؟ للسيستميك تريتمنت. السيستميك تريتمنت مشي من سنه 72 كان اول حاجه الميثوتريك ستيت، وبعد كده في 79 السايكلوسبورين، 97 ظهر الاسيتريتين. كل الكلام كان ماشي ازاي؟ كان ماشي على فكره الدكتور ماجد ورانا الادهيجن مولكيولز والكلام ده بيشتغل، ده الدبث بتاع الديزيز. انما اللي احنا كانوا شايفينه من فوق ان في رابيد تيرن اوفر، فكان كل كلام وقف الرابيد تيرن اوفر، وعشان كده كان كل اللي احنا بنتكلم ده في السكه دي، وعشان كده النتائج ما كانتش عاليه قوي، والفكر اتغير مع دخول البيولوجيكس. اول حاجه الميثوتريكسيت هو عباره عن ايه؟ لو انا بصيت كده هلاقي ده الفوليك اسيد، هلاقي التركيبه قريبه من بعضها قوي، يمكن في البنزين رينج هنا عند 4 وعند 10 هو ده التغيير الوحيد اللي بين الاثنين. وعشان كده لما انا بدي الميثوتريكسيت بيخش مكان الفوليك اسيد لما نسميه كومبتيتيف انهيبيشن، فبيوقف فبيخش مكان الفوليك اسيد، والفوليك اسيد ده انا عايزه عشان البروليفريشن اوف سيلز، وبالتالي انا لما هحط ده مكانه هوقف البروليفريشن اوف سيلز. زي ما قلنا الكلام ده هو الورك بتاعه انهيبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز، وبالتالي هيمنع السنسز بتاع النيوكليك اسيد ويوقف البروليفريشن بتاع السيل. الكلام ده كان مفهوم في الاول، قالوا المشكله السورايسيس اول ما زمان خالص الناس العواجيز اللي عدينا على المرحله دي، او الكلام ده كان ديزيز اوف كيراتينوسايتس. خلاص دلوقتي بعد شويه قالك لا ده مش كيراتينوسايتس، ده ديزيز اوف تي ليمفوسايتس. طيب الميثوتريكسيت كنا بنديه في الاول عشان يوقف البروليفريشن، وبعد كده طلع برضه بيوقف البروليفريشن بتاع التي سيل، وبالتالي اصبح يشتغل مظبوط في الموضوع. الدوز بتاعه الميثوتريكسيت كلنا حافظينها اللي هي من 10 ل 25 ملي جرام بير ويك، وبتتاخد باكثر من طريقه، تاخد اورال او انتراماسكولار او سبكوتينيوس او انت حتى ايفن انترافينوس.
ليه ادي جرعه بتاعتي اللي انا هديها الكورنج للكيس وافضل اديها ذا سيم دوز لحد ما اوصل لجود ريسبونس. بتقسم دايما زي ما انتم عارفين على ثلاث جرعات بينهم 12 ساعه. الماكسيمم المفروض ما عدوش خالص ال 30 مللي جرام، ما ينفعش ان انا اعديه 30 مللي جرام. الفوليك اسيد بنديه ليه؟ عشان يقلل لي السايد افكتس اللي بتحصل منه. وبتاخد 5 مللي جرام تاني يوم بعد ايه؟ بعد الدوز فور اونلي 1 داي. في فرق بين انا لما ادي اورال ولا ادي انجكشن. في فرق ليه؟ لان لما بتاخد اورال بيحصل له ايه؟ بيحصل فيه بروتين معين موجود اللي هو اللي بيسميه البروتين ترانسبورتر دون، هو دون اللي بياخده من الجت ويدخله على السيركوليشن. البروتين دون ليه بيعتبر له ساتوريشن افكت. يعني ايه؟ يعني له طاقه ما يتحملش اكتر منها. وبالتالي لما انا هدي جرعات عاليه، في ناس كتب بتقول 20 اكتر من 20، كتب بتقول اكتر من 25، ما ادهاش ابدا اورال. لان لو اديت مثلا جرعه 25 اورال اللي الاستيعاب بتاعه مش هيوصل للراجل للدوز كلها. فاذا الجرعات العاليه الافضل لا تتاخد انجكشن، ما تتاخدش اورال. يبقى الانجكشن تتاخد في الجرعات العاليه، والانجكشن تتاخد علشان اقلل كمان من السايد افكت. لكن الباي افيلابيليتي الافكت بتاعه واحد سواء هنا او هنا. طيب امتى بقى الميثوكسيت افيكاسي بتاعته ايه؟ هنشوف هنا ان هو اولا لما ادي للمريض دراج لازم ابقى محدد سقف طموحاته ايه. يعني اول حاجه الديوريشن، ما ينفعش اقول له خد ده وتعالى لي كمان اسبوعين، مش هيحصل تاثير. التاثير مش اقل من 6 ل 8 اسابيع عشان يحصل تاثير. يبقى انا مش هشوفه قبل المده دي وافهمه الكلام ده. طيب اتوقع ان يوصل للباس سكور، يوصل للباس بقى. شوف الكلام هنا كنا بنتكلم وقتها على الباس 75، دلوقتي الكلام على الباس 100. كان الكلام ان هوصل للباس 75 اللي ما بتعجبناش دلوقتي بعد 20 ل 24 اسبوع هوصلها من 50 ل 70% من العينين بس. اكتر من كده مش هقدر اخد حاجه من الميستروكسيت اكتر من كده. طيب ده بالنسبه للبلاك سورايسيس. بالنسبه للباستولار اريثروديرمك سورايسيس افكتيف اقل، لكن المشكله ان فيري سلو. والمريض بتاع الاريثروديرمك ده او بتاع الباسترا ما اقدرش استنى عليه فترات طويله، فما زالت المشكله بتبقى موجوده. في السورايتك ارثرايتس ممكن يمبروف السيمتومز، لكن النقطه المهمه قوي انه عمره ما هيصلح الباثولوجي وعمره هيوقف الباثولوجي. يعني العين حاسس ان هو ما هواش متالم زي من الاول، لكن البروسيس بتاع الباثولوجي في الجوينت شغال، ودي شغله حته خطر جدا لانها بتدي فولس امبريشن بان هو بيتحسن. طبعا بقى الادفيرس افكتس مش هخش فيها تفاصيل. طبعا المايلو توكسيسيتي ودي دوز ديبندنت، يعني كل ما زود الدوز كل ما تبقى ايه، كل ما تبقى اللي تحصل الافكت ده. وعشان كده المفروض المهم لو المريض ده في بور كيدني فانكشن او اولد ايج او هايبرمينيميا، في الحالات دي دول بيبقوا هاي ريسك انها تحصل له. الهيباتوتوكسيستي، الهيباتوتوكسيستي مهمه جدا طبعا، لان ممكن تحصل لي اكيوت ترانسامينيزيس. يعني ايه؟ يعني ياخد الجرعه بعد جرعه او اتنين ابص الاقي الانزيمز عليت قوي. كويس، ده بالنسبه على الشورت. لكن المشكله على اللونج تيرم اللي هو بنخاف من الفايبروزز. طبعا ده هيبقى الريسك هاي ريسك امتى؟ في الاوبيز، في الدايابيتكس، كل دول هيبقى مشكلتهم اكتر. طيب الجاسترو انتستينال تراكت كلنا عارفين طبعا النوزيا والفوميتنج، والادمنستريشن بتاع الفوليك اسيد بيحسن الموقف شويه. الريبرودكتيف سيستم، هل في لو مريض بياخد له علاقه بال طبعا بالنسبه للفيميل عشان بريجنسي ما فيش بريجنسي طبعا. بالنسبه للميل بالنسبه للميل قال انه ممكن انه يحصل ديفكت، وبالتالي يفضل ان انا لما حد انما على الاقل اويت 3 مانث بعد ما اخلص التريتمنت علشان يحصل فور فاذر تو هاف ا تشايلد. ده بالنسبه طبعا للميل. الريسبيراتوري ممكن يعمل بالمونري فايبروزيس، الكدني ممكن بعصارين الدمج، والماليجنسي في هاي ريسك ان يحصل سيستميك لينفومز مع الميزودوكسيد ثيرابي. طيب انا لما حد ميزودوكسيد هتابع ايه؟ ودي نقطه مهمه جدا، لان الحالات اللي لازم يبقى في مونيتورنج على طول للحالات بتاعتي. هراجع تابع طبعا السي بي سي والرينال فانكشنز والهيباتيك كل اسبوعين لحد ما يبقى الوضع ستيبل لمده 6 اسابيع. يعني اول 6 اسابيع همشي اسبوعين لحد الوضع ستيبل، بعد كده ممكن اخليني بعد كده اشتغل مانثلي لمده سنه، وبعد كده ممكن اقول بعد كده حسب حاله ممكن تتاخد على الفترات دي. يبقى اذا انا اقدر اشتغل من في الاول اسبوعين، بعدين شهر شهريا، وبعد كده ممكن كل شهرين لثلاثه. طب
الكوميوليتيف دوز الحكايه القديمه كان زمان خالص لما احنا كنا صغيرين كانوا بيقولوا لنا 1.5 جرام، عليت فضلت تزيد تزيد زي ما كل حاجه بتغلى، غليت برضه بقت 3.5 ل 4 جرام ليفر بيبسي. طب ايه اللي يتعمل؟ الامريكان جايد لاينز ما بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه عندهم بسيرولوجيكال تيست. سيرولوجيكال تيست اسمها فايبروزيس 4. عباره عن ايه الفايبروزيس 4 دي؟ عباره عن اكويشن ظريفه قوي هوريها لكم دلوقتي، هي اللي هي دي بيعملوها الامريكان، اللي هي ايه؟ ان انا ودي موجود على 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 الاونلاين، يعني ممكن تدخل عليها، ودي سهله بالنسبه لنا لان البرو كولاجين غالي ومش متوفر قوي في مصر. ان بياخد الايج ان ييرز ملتبلايد باي الاي اس تي ليفل مقسوم على البليتلت كاونت مضروب في جذر، طبعا ناسيين احنا جذر يعني ايه، الروت اوف ال تي، يطلع رقم. الرقم ده لو اقل من 1.45 يبقى احنا في السيف سايد، لو اعلى من 3.25 لا الموضوع بقى خطير ولازم تاخد ليفر بايوبسي. بين الاثنين مطروقه للسيمتومز بتاعت الموجوده وتتحسب عليها. فدي سهله قوي، ممكن احنا نبقى عندنا في اقسامنا وتخش على النت ونعملها، بسيطه خالص. الانجليز لا، الانجليز بيعملوا بيعتمدوا على البرو كولاجين تايب 3 برو كولاجين امينو تيرمينال بيبتايدز. لا حاولت تعمله في مصر هنا كل شيء هياخدوها منك وهيقول لك استنى هنبعتها بره تتعمل، ويدفعوا المريض كتير جدا. طب هو انا المفروض اعملها كل قد ايه؟ الانجليز بيعملوها بكل شهرين لثلاثه ثرو اوت تريتمنت. فطبعا شغلانه يعني مكلفه جدا وصعبه، لكن لازم تبقى. عشان كده الفكره بتاعت فايبروزيس 4 دي ممكن تبقى افضل في الحكايه دي. الدراكس بقى اللي ممكن تبقى مشكله معاها ما تبقاش معاها ديجوكسين ونيمايسين ما بتاخدوش عشان بيقللوا الابزوربشن بتاعه. النون ستيرويد الانتي انفلاماتوريز وانتي انفلاماتوري والسلفونامايدز بيعملوا ديسبليسمنت بالبلازما بروتين، يعني هيخرجوه من البلازما بروتين وبالتالي هيقل الافكت بتاعه. ترايمتربيم دابسون وكلها ادويه بنستخدمها كلها لازم نبقى حذرين في استخدامها وعارفين. الواحد يبقى حاطط جنبه كده على المكتب اساميهم عشان يقول المريض ما تاخدش الحاجات دي. طبعا التتراسايكلين احنا عارفين ما يتاخدش، الاسيتريتين السايكل سبور كل الحاجات دي ما تاخدش. بالنسبه للكونتر اندكيشنز طبعا في الفيميل في البريست يعني شال بيرينج او بريست فيدنج لازم ممنوع تماما انه يتاخد، مع اي رينال هيباتيك اميون ديفيشنسي ليتنت انفيكشنز كل ده لازم نبعد عن الميثوكسيد فيه. ده اول حاجه السايكلوسبورين. السايكلوسبورين بعدها ب7 سنين السايكلوسبورين اول استخدامه ما كانش خالص له علاقه بالجلد، كان كله استخدامه علشان فكره الاورجان ترانسبلانتيشن. وبعدين لما لقوا الافكت بتاعه وكانت بتاعتها ابتدت الفكر بتاع التي سيل يظهر، فقالوا احنا هنستخدم السايكلوسبورين اللي هو الكالسيرينو انهيبيتور لانه بينهبت ايه التي ليمفوسايتس كويس. وكمان بينهبت السايتوكاينز اللي بتحصل لها ريليز مع من التي سيل. الستارتنج دوز بتاعته قد ايه؟ اكوردنج للامريكان جايد لاينز 2.5 ملغ لكل كيلوغرام بودي ويت. الافكت بتاعه ما استناهوش اقل من 4 اسابيع، يعني بقول 4 اسابيع. بعد ال4 اسابيع لو ما فيش تحسن ابتدي ارفع الدوز، برفعها جراديولي. ليه؟ عشان اخد اقل دوز تعمل لي افضل افكت، ارفعها من نص ل1 ملغ واستنى برضو اسبوعين ل4. جاب نتيجه ما اوكي، ما جابش نتيجه ارفع تاني وهكذا لحد ما اوصل للماكسيمم اللي هو 5 ملغ بالكيلوغرام بديويت. مشكله السايكلوسبورين مده العلاج، اقدر انا اقعد زي ما شفنا بنقعد مع ميستروكسيد ممكن سنين، هنا مشكله العلاج بتبقى مشكله في القصه دي. لو وانس حصل جود ريسبونس مع المريض او مينتيند ابتدي اقلل الدوز بنفس الطريقه اللي عليتها دي، برضه نص ملغ كل اسبوعين لحد ما اوصل للجرعه اللي هي ايه تعمل لي تحافظ لي على الكنترول ده. كيبنج مايند ان الدوز بتاع السايكلوسبورين في ناس بيقولوا ان هو ما تقدرش تستخدمه 6 شهور، ويعني والمتفائلين بيقولوا سنه، وان كان احنا بنشوفه بيستخدم العمر كله الناس بتاع الاورجان ترانسبلانتيشن، لكن يمكن يعني الامور بتحكم حسب المشكله بتاعتها. طب ده بالنسبه للدوز. طب الدوز تتاخد امتى؟ الدوز اسم يوجوالي على 2 دوزز وتتاخد بفور ميل عشان البايو افيلابيلتي والابزوربشن بتاعه يبقى افضل. لما مهدي المريض هقسمها على نصين متساويين واقول له خدها ايه قبل الاكل مش بعد الاكل. الافيكاسي بتاعته بقى الدوز 3 ملغ اللي هي الافريج دوز بنوصل للباسي 75 50 ل 70%. طبعا دي ارقام قليله قوي دلوقتي ما بقتش مرضيه، لا عشان اوصل للباسي 90 مش اكتر من 30% توصلني ليها.
سايكل سبور الدوز بتاعته كلها في يعني بتصلي يعني التريتمنت بتاعه بيبقى افكتيف في ايه؟ في البلاك سورايسس طبعا بينفع، والاريثروديرميك والباسترال والنيل. يمكن زي ما شفت احنا قلنا الافكت بتاع الميستروكسيت اقل في الحاجات دي، هنا يمكن افضل واسرع شويه. طبعا مين لي المشكله اللي عندنا الاساسيه هي النيفروتوكسيستي، هي دي المشكله الاساسيه، وعشان كده المهم قوي ان انا اتابع العيان كويس. في عندنا حاجتين، في اكيوت وفي كرونيك. الاكيوت دي ممكن تحصل في اول العلاج وتتعب يعني، عشان كده مهم قوي المونيتورنج من اول العلاج، ولو حصلت وقف العلاج بسرعه ده ريفيرسبل مش هيحصل مشكله. المشكله بقى اللي على المدى الطويل بتاعه الكرونيك، الكرونيك افكشن في الكيدني، ودي المشكله. وعشان كده لازم اي شود ايه فولو ذا بيشنت او مونيتورنج هوم اول ذا تايم. اللي زودها حاجات كتيره والمهم فيها قوي النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، دي مهمه قوي عشان نبقى حاطين عنا قوي لما بدي المريض دي كده انصحه بيبعد عنها خالص، لان دي ممكن ريسك فاكتور تزودني ان العيان يحصل له رينال امبيرمنت بسرعه. الهايبرتنشن طبعا يوجوالي ماشي في سكه الرينال افكشن، وبرضه لازم العيان يحافظ عليه من القصه دي. اذر فاكتورز بقى زي الهيدك، طبعا ممكن يكون الهيدكس باراثيزياز هايبر ترايكوزيس. انا شخصيا لاحظت يعني في اكتر من مريض حكايه الباراثيزيا دي، على فكره مش حاجه نادره، انا لاحظتها في اكتر من مريض، ولاحظت ان لما بنقلل الدوز بتتحسن الحكايه دي معانا. طبعا اللونج تيرم طبعا بيسوشيتد ممكن يبقى مع مالجنسي سبيشالي نون ميلانوما سكين كانسرز اللي هي الشغل بتاعنا، ممكن تحصل كتير مع الحالات اللي زي دي. طيب همونيتور ايه؟ همونيتور مينلي طبعا الايه في الاول خالص اتاكد ان مفيش انفكشنز مفيش مالجنسي، وعندي بيز لاين للبلاد بريشر للرينال فانكشنز والهيباتيك فانكشن. وبعد كده الكلام ده هيتعمل امتى؟ هيتعمل افري 2 ويكس، كل اسبوعين لازم المريض يعمل الحاجات دي يجيبه لك نتائجها لمده اول 3 شهور، وبعد كده لو الامور بيرزيستنت وماشيه كويس يبقى بعد كده مونثلي شغال. طبعا ابعد ما ادهاش للانكنترولد هايبرتنشن للرينال بيرمنت، كل الحاجات اللي قلنا عليها انها بتعملها. الحاجه الثانيه في حاجه مهمه قوي دي كويسه قوي اللي هي ايه؟ الهاي كوميوليتيف دوز اوف بوفا. المرضى اللي خدوا بوفا قبل كده عندك في المستشفى ووصلوا لاكثر من ليفل اكثر من 200 سيشن، لا ده ما تدلوش، ما تدلوش سايكل سبور، لان هو ممكن ده ممكن ياثر على الرينال وممكن ياثر كيدني وياثر اسف ليفر، وهي دي اللي تبقى مشكله. فده ما تدلوش اللي وصل الرقم الكبير ده من الدراج انتراكشنز. الحاجات الثانيه طبعا الاريثرومايسين لان هو قريب من السكه دي، كالسيوم شانل بلوكرز، الريفامسين، الانتي كونفالسنس، كلها حاجات ادويه يعني شائعه في الاستخدام. اخر واحد في الكونفنشنال تريتمنت الاستريتين، والاستريتين طبعا سنه 97 هو اللي ظهر، وهو طبعا من سكند جينيريشن سينثيتك ريتينويد، هو اللي هو الفيتامين اي ديريفاتيف، وهو الميتابولايت بتاع الايتريتينيت اللي كان ظهر في الاول. يعني الايتريتينيت ظهر في الاول ولما حصلت مشاكل قال نعمل الميتابولايت بتاعه يبقى اسرع ونقلل الديوريشن بتاعه وقف البريجنسي علشان ما يحصلش. لكن لما تاخد الاستريتين طلع في الاخر برضه بيوصلني لنفس المده وما حلش المشكله دي. الاستريتين بيشتغل ازاي؟ بينورمالايز الكيراتينوسايت، ده بيشتغل على الكيراتينوسايت نفسها على طول، وده هيفسر لنا دايما الافكت بتاعه بيفضله على ايه. وكمان له افكت على تي سيل، لكن افكت على تي سيل ما هواش زي الافكت بتاعه على الكيراتينوسايت. بيبقى ابزورب من الجات، وعشان كده الاورال السكه الوحيده بتاعته انه تاخد اورال، والفود هنا بينهانس الابزوربشن، وبالتالي ده اقول للمريض خده ويذن وسط الاكل او بعد الاكل مباشره. المشكله بقى بتاعت ايه؟ بتاعت الوقت، الهاف لايف بتاعه هو 49 ساعه تقريبا، لكن بيحصل له سبونتينس ترانسفورميشن لما بيتاخد للايتريتينيت. الايتريتينيت اللي كان ظهر الاول وكانت مشكلته علشان التراتوجينيستي، فقالوا طب ناخد الميتابولايت بتاعه، حصل ان هو اتلقى بعد كده بعد ما اخدوه ان هو بيحصل له سبونتينس ترانسفورميشن ويتحول لايتريتينيت في فتره في هاف لايف بتاعه حوالي 168 يوم. فلما اتحسبت لقيت ان هو في الحاله دي هرجع لنفس المشكله وهمنع برضه البريجننسي ثرو اوت تريتمنت فور 3 ييرز بعد اللاست كبسول. الدوز بتاعته من 3.5 ل 5 اسف من 0.3 تو 0.5 ملغ بالكيلوغرام بير داي، وبتتزود طبعا جراديولي اكوردنج للريسبونس بتاعه. الهاير دوزز بتجيب افكت اكتر يوجوالي.
الدوز عند نتائجه. طيب بقى اخبارها ايه؟ نتائجه عند الدوز الاعلى، دوز اللي هي ال 50 ملي جرام باستريتين بعد 12 اسبوع اللي هيوصل لي بحوالي 23 ل 40%، وهم اللي صاروا لي للباسي 75. معنى كده ان الافكت بتاعه اقل من الاثنين اللي فاتوا. كمان الافكت بتاعه برضو مش قوي على على الاريثروديرميك والباستلر، اسف الافكت بتاعه بيبقى افضل مور افكتيف على الاريثروديرميك والباستلر راذر ذان البلاكسورايزز. عشان كده هو التشويس بتاعه في البلاكسورايزز بيجي متاخر، يعني محدش بنبتدي، ما بتبتديش بيه دايما الا لو في كونتر انديكيشن للحاجات دي. الاسيت ريتن لازم تبقى استخدامه بقى لمين؟ طبعا يبقى الادلت، ما اديش للتشايلد الا في حالات خاصه جدا ان ده اقدر اديها له باسترا سلايسز او كده في الحاله دي، او لو الميثوتروكسيت والسيكلوسبورين مش نافعين او في كونترا انديكيشن ليهم. وطبعا البيبلز الناس اللي عندها الباسترا سلايسز بنبتدي دايما بيه هو اول واحد. طبعا مشكلته تراتوجينيستي، وعارفين طبعا ان احنا لازم الستريكت كونترسبشن، كلكم عارفين الكلام طبعا. الميوكوكوتينيس ودي بنشوفها دراينس ودراينس اوف ليبس وكل الحاجات. الهايبرليبيديميا، والهايبرليبيديميا ان هو بتحصل من 20 ل 40% من الحالات، ويحصل هايبركوليستيروليميا وتبقى دوز ريليتد، يعني المفروض ان انا كل ما هزود الدوز البوسيبيليتي هتبقى اعلى. الهايبرتوكسيستي الهيباتوكسيستي، انا سؤال دكتور هسيب بعد سعادتك معلش، لو حصل هايبرليبيديميا وانا بدي الاسيت ريتين هوقف ولا اقلل الدوز ولا ادي حاجه تقلل الليبيد؟ اول حاجه لو حصلت، اول حاجه تراي ان تقلل الدوز، خاصه لو كنت انت عملت كنترول، لو كنت وصلت الكنترول قلل الدوز بتاع العيان وتابعه وشوف يحصل ايه على اساس انها ممكن تنزل، بس هتنزل بعد وقت يعني مش يعني مش هو ده النقطه بس. يعني اعمل تحليل تاني امتى؟ ما هو المفروض ان هو بيتعمل كل شهر. حلو. كل ده عموما بشكل عام بيتعمل كل يعني فور ويكس تحديدا يعني. طب اخاف امتى دكتور حسين من الهايبر ليبيديميا؟ امتى اقول لا لازم اقف؟ لو انا بنزل وما فيش ريسبونس، يعني بنزل الدوز وصل لمرحله بقى ان انا هنزل اكتر من كده ما فيش افكت للدواء، يبقى انا بس باخد يعني باخد مشاكله ما باخدش ميزته. في الحاله دي بقى هوقف الموضوع. طيب. او لو الدوز عليت في فتره قصيره، عليت يعني بقت كترت قوي، خاصة لو في ال في ال دي ال لو دي سلايبوبروتينز دي الحاجتين. اسف على ال لا يا لا المونيتورينج هنعمل ليفر انزيمز كل اسبوعين لاربعة في اول شهرين، وبعد كده كل ثلاث شهور. بعد كده السيرم ليبلز بقى هنعملها وبرضه نفس الكلام، والليفيتد ليبلز ممكن تبقى يعني الليفيشن ما يكونش عالي، ممكن اعمل الكنترول، اجرب الكنترول اوف دايت قبل ما ادي الليبيد لورنج، وبعد كده لو ما فيش ريسبونس ادي الليبيد لورنج، لو ما نفعوش يبقى اي شود ستوب استريت. ما يتاخدش طبعا مع الميثوتروكسيت مع التتراسايكلينز ومع الميني بيلز اللي هي الثيرد فورث جينيريشن بيلز والفينانتاين والانتي دايابيتكس والانتي دايابيتكس، كل دول لازم نبقى ناخد بالنا احنا بنديها معها. في الايرا بتاعه الكوفيد كلنا عاملين بنسمع كل شويه مريض انا بتدي له ميثوتروكسيت، انا باخد ميثوتروكسيت، يكلمك في التليفون، اخد لو ابني عنده كوفيد هيحصل لي حاجه، اخد الفاكسين ولا ما اخدش الفاكسين، هنشوف هنعمل ايه معاهم كده. اول حاجه بالنسبه للميثوتروكسيت، ميثوتروكسيت في يعني نوت بريدسبوز بيشنتس تو سيفير كوفيد، يعني لو العيان بتاعك جاله كوفيد ما تخافش منه، بالعكس ده ممكن يخليها مايل إفكت. يبقى اذا الميثوتروكسيت يتاخد مع الكوفيد. طيب الفاكسين الناشونال سرايسز فاونديشن قالوا الماسنجر ار ان اي بيزد اللي هم زي فايزر وزي ديرنا دول اديهم ما فيش مشكله فيهم خالص. المشكله في ايه؟ في اللايف فاكسين لو في، لكن ده دول ما فيش فيهم لايف فاكسين خالص الحاجات الموجوده، وبالتالي المرضى هم بياخد قال لك انا باخد ميثوتروكسيت اخد الفاكسين اخده في ميعادك. الكلام بس اللي قالوه اللي هم بتوع الناشونال سرايس فاونديشن قالوا لو 60 يعني 60 اكتر من 60 سنه مش مالناش دعوه احنا بالكلام ده، او في كوموربيديتيز لا يدي له اسبوعين، يعني وقف الميثوتروكسيت اسبوعين وياخد الفاكسين. ده الاستثناء للقصه. ثاني حاجه طيب السايكلوسبورين وضعه ايه؟ قال لك برضه الناس اللي عند اللي جه لهم كوفيد وجاله سايكلوسبورين خليه ماشي عليه. ليه؟ لان السايكلوسبورين بيقلل الديفلوبينج بتاع سيفير سيمتومز، يعني ممكن له انتي فايرال افكت
يعني حتى لو تفتكروا لما بندي لو مريض كان عنده هيباتيتس هندي له ايه؟ بنقول ندي له سيكلوسبورين. فقال ان له انتوفيرال افكت، فبالتالي خليه لان ممكن يخلي المايلد الحاجه تبقى مايلد. طب بالنسبه للايميونايزيشن قال لك لا نو نيد تو ادجست او ديلي، يعني برضه ادي الفاكسين في ميعاده. مفيش ريبورتس بالنسبه للاسيتريتين بتتكلم عليه ان هو له علاقه بيه، وبرضه سواء كان في الديزيز نفسه او في الايه الفاكسين. إذن إجمالي كده مفيش مشكلة فيهم، بس كبار السن اللي بياخدوا ميستروكسيت أو كوموربيديتيز وقفوا أسبوعين احتياطي بس، ده القصة كلها. طيب احنا عرفنا خلاص، خدنا القصة دي، همشي هتكلم بسرعة قوي، ما أنا عارف حاضر هم حاجة بسيطة، هتكلم بسرعة قوي عشان بس إيه يعني أمهد الطريق للأستاذ الدكتور عبد العزيز اللي يتكلم. طب أنا عرفنا بقى السيستميك ثيرابي، طب السيستميك ثيرابي هستخدمه في البيولوجيكس بقى، هعمل إيه؟ إمتى استخدم البيولوجيكس؟ دي الباد اللي هي البريتش أسوسيشن أوف ديرماتولوجي جايد لاينز في سنة 17 قالوا إمتى تدي بيولوجيكس؟ أوفر بيولوجيكس لمين؟ للناس اللي هم ما ينفعش معاهم الفيلد معاهم ميستروكسيت أو سايكلوسبورين او كانوت تولريت او عندهم كونترا انديكيشن، حسب بقى الاسباب كلها الموجوده يعني عندهم بغض النظر عن الاسباب، ده اللي هتديله، ده اللي هتديله البيولوجيكس. تاني حاجه لو سيفير كرايتيريا، يعني ايه؟ يعني سورايز السيفير اكتر من 10 خلاص، وفي اي شيء او عامل يعني امباكت على الكواليتي اوف لايف بتاع المريض، او جاي في سايتس مش هيقدر الكونفنشنال يعني ايه يتغلب عليها، زي مشكله الجوينتس اللي اتكلمنا عليها، مشكله النيلز، كل الحاجات دي، الجينيتالز فلكشر، المشاكل دي الصعبه دي، في الحاله دي يبقى انت انديكيتد. اذا انديكيتد في لما يكون العلاجات الكونفنشنال الثانيه مش قادره تعمل الايفكت، او لما يكون في سيفير افكشن للمرض. لا لو كونترا انديكيتد، المهم النقطه اللي هنا برضه من عيد ثاني، نقطه الاكتيف سورايتيك ارثرايتس اللي انا حطيتها عشان دي اهم حاجه مهمه قوي، الاكتيف اللي ده على طول يشوت على طول هيت وذ بايولوجيكس، مش هينفع انك تتكلم على الكونفنشن. البايولوجيكس قصتها ابتدت من بدري قوي بنظرها في السوق في اول الالفيه بالتانر سيرتين فليكسيماب الادينوماب الثلاثه دول اللي هم تيومن كروز فاكتور انهيبيتورز، وبعد كده ظهر الاستكينوماب، وبعد كده سيبيوماب، وانتهينا في الاخر بجوزيلكوماب. الجوزيلكوماب هو اخر واحد في السلسله الموجوده. طب هو هيختلف في ايه؟ اداله ميزه عشان كده بقى هو دلوقتي اخر حاجه، واهميته في ايه؟ اهميته ان احنا القصه زي الدكتور ماجد ما شرح لنا وقال لنا في ورانا الفيلم بتاعه، الدندريتك سيل اللي موجود، الدندريتك سيل دي هي اللي هتعمل اكتيفيشن للانديوسابل تي هيلبر 17. التي هيلبر 17 هيشتغل على كل على ايه؟ على كل الـ على الـ على الاثنين الموجودين. التي سيلز اللي هي السودين دي منها نوعين، في نوع موجود ما يعمليش مشاكل، بالعكس انا محتاج له علشان دون هو ده اللي بايه اللي بي بي يعني لو اتمنع هيعمل لي مشكله. النوع الثاني اللي هو اللي عامل لي الباثولوجي اللي بيظهر بتاع السورايسيس. يبقى انا لو جيت هنا هو اتكلمت وقلت انا هقطع السكه هنا عند التي هيلبر 17 ده كويس هيحسن السورايسيس، بس هيمنع لي النون باثوجينيك. إذا أنا لو جيت في الحتة دي هنا ومنعت في الحتة دي في المكان ده هنا، في الحالة دي همنع الإفكت بتاع السورايسيس ومش همنع النون باثوجينيك تي هيلبر إنها تحصل لها مشكلة. وده الميزة اللي موجودة في الترينفاير، إن هو هنا هو هيقفل على هنا ومش هيقفل هنا، وبالتالي هاخد الإفكت بتاع السورايسيس ومش هاخد الضرر اللي هو كان ممكن يحصل لو كملنا على تي هيلبر. وبالتالي عشان كده هما بيقولوا إن هو سوبيريور وسستين سيف أند سامبل تيوبس. أنا طولت عليكم جدا وشكرا. دكتور حسين بنستمتع بسعادتك دايما، ويعني خدنا التريتمنت من A to Z وحاجة جميلة، وربنا يبارك سعادتك في علمك وعملك إن شاء الله. أخويا الكبير دكتور عبد العزيز طويل هيتكلمنا النهارده بقى على محاضرة في البيولوجيكس. انا بحب اشكر شركه جانسن صراحه، عامله لنا سبورت جامد جدا، وانا بعشق زي الدكتور محمد سعد اللي معلمني، اللي هو اللي معلمه لي على فكره. انا كنت بستخدم بيولوجيكس ثانيه، قال لي بص بقى الترامفاي ده 012، قلت له يعني 012؟
قال لي الترمفايا 012، قلت له كل التليفونات 012، قال لي افتكرها كده. فمن ساعتها بصراحه انا يعني اي لاف ات. عارفين يعني 012؟ اتاخد حقنا النهارده، حقنا بعد شهر، بعدين بعد شهرين، ودي كل شهرين حقنا بيتاخد في الثاي سبكتينيوس. اول سنه بتاخد 7 حقن، بعد كده كل سنه يتاخد 6 حقن. فالموضوع مش معضل، الافكاسي عاليه جدا 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 جدا. عايز بقى سؤال مش جونيورز، مش الاساتذه الكبار، حد يقول لي الترانفايا ده اسمه ايه العلمي؟ 2، بيشتغل على اني انترلوكين؟ انا والدكتور حسين قلناها في الشغل، وهياخد جايزه كبرى جدا جدا جدا. الاسم العلمي بتاع الترامفايا رقم 2 بيشتغل على انترلوكين. يلا زينب 23. طب اسمه العلمي ايه بقى؟ ايه لازم تكسبي معانا. طب ده تقيفه جامده جدا 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 جدا. تكسبت يا هو ينفع اقصر درما وزينب ما تكسبش؟ ينفع يعني؟ تسقيفه جامده جدا. فلوسك يا ابني، فلوسك ما عنديش. طلع يابا اديها 200 جنيه 200 وبنتحاسب اخر اليوم. لا يا زينب والله ما انت لازم. الله بص شغل بتوع البدويه بقى، بص الفلوس لازقه في الاساحه في القلوب. هات 200 يا عم، هات يا عم دينا. على فكره انا هحاسبه يعني، ما تفتكرش منه. تسيفه جامده الدكتور زينب كل سنه بتفوت معانا.